مساء الخير يا جماعة، أنا النهاردة كنت في السوق ولقيت حبة نعناع، قلت أدبس طه والعيال عشان يساعدوني فيها. وإزاي نجفف النعناع؟ تعالوا أوريكم. إيه دبستكم أنا النهاردة في النعناع اللي جبته من السوق؟ بصراحة فكرة جميلة، فكرة حلوة؟ أنا ما بحبش النعناع، ما كنتش طوعتك. كمية جميلة، بس هي احسن حاجه ليه ان هو يتخزن في الظل عشان يحافظ على الزيوت بتاعته. طبعا ويتخزن يا جماعه بالطريقه دي عشان يبقى العود نظيف. لا رص طولي يا يوسف، طولي رص طولي كده، طولي. ايوه ما ينفعش بالعرض والطول، ما بنعملش سندوتش من غير شوايب ومن غير حاجه. تاخد العود يتنضف يتحط في العلبه، وعليهم الشوايب اللي احنا بنشربها لما ننشف عشوائي. احنا المفروض الحاجات دي بنحطها في وسط النعناع، بتبوظ لنا الريحه والطعم. بس طبعا احنا بنستخدم بقى الاسلوب الصح بقى اللي هو اللي هو على النظافه كده عشان يكون العود بوحدته، علشان يبقى نضيف ويطلع ريحه كويسه ويطلع طعم كويس. ارمي دول في الزباله. الله، جميل النعناع، وخاصه ان احنا فضي غيره بقى من عندك في الشتاء، فالمشروبات الدافئه دي بتبقى حلوه. اكيد احنا بننهي الموضوع خالص. كميه جميله والنعناع شكله تحفه، هو يا دوبك دول هيكفونا السنه كلها. فكرة سمير بقى ان الجدر بقى يتزرع ونفضل بقى كده طول السنة ناخد نعناع خالص. طب يعني هتزرعوا لي كمان نعناع؟ والله مش عارف، هي دي فكرة سمير، نشوفها فكرة تنجح ولا لا. فكرة جميلة، اللي له جدور وبيقول لي انا هزرعه، فقلت له خلاص اوكي. يا سلام نزرع ابو جدر. لا نزرع. وانت يا يوسف بتعمل ايه؟ بفصص اللي بالجدر احطه هنا عند بابا، اللي من غير جدر زي كده برص هنا عشان يتجفف في الظل ويفضل محافظ على ريحته وعلى الزيت اللي فيه. وكمان يا جماعه مش لازم تعملوها طبقه واحده، اعملوا كذا طبقه. بس مش كتير علشان لو اخركم ثلاثه. كذا طبقه ممكن يعجنوا. ثلاثه. دبستهم انا في كميه نعناع كبيره بس حلوه، تنفعنا طول الشتاء. ايوه كمان انت داخله على اولادها. هتحتاجي حاول ما تخبطش كل اللي انا احطه هنا، اوعى ايدك ما تحطش كمك، خلي ايدك بس. ما مش مسلك. وكمان زرعوا لي نعناع اهو، يا سلام. عشان نعناع ناشف نلاقي، نعناع اخضر مزروع نلاقي، والا بقى ايه؟ عندي طه بقى بيموت في حاجه اسمها النعناع باللبن والليمون. مشروب حكايه، انا جربت. ورينا المشروب ده في مره يا بنت. مشروب حكايه، هبقى اوريه لكم. اما اعمله هوريه لكم. بس دي كده افضل طريقه للتنشيف، انا شايف من وجهه نظرك صح بصراحه. حاجة كده تحفة في المشروب ده بصراحة، بيفتح الشعب الهوائية بتاعة الصدر وبيقوي المناعة، وفي نفس الوقت طعمه لذيذ. نعناع بالليمون واللبن، هبقى اعمله برضه واوريه لكم معايا. هاي يا سمير بتعمل ايه؟ انا برص النعناع. ترص النعناع، ماشي. وانا كل حاجة جديدة الاقيها هجيبها عشان نعمل على طول مع بعض الجديد. تعالوا بقى نشوف الكمية اللي اتعملت برا. الله، ده الصينية هنا ما شاء الله مليانة. شكل النعناع تحفة، ومرصوص كده من غير شوايب ولا 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 ورق دبلان ولا اي ولا زبالة ولا اي حاجة، شكلها وحش. ادي النعناع الصح، مش النعناع اللي بيجي جاهز تحس ان انت بتشرب تراب. كده قريب بقى، مش بعيد، بكرة الصبح هبقى اوريكم ازاي هعمل مشروب النعناع باللبن بالليمون. سلام.